روحي ليش ما عم تحكي؟ شو بدي احكي؟ اي شيء، قولي بدك اياه. شو بعبي هوا يعني؟ بعبي هوا. دخيلة الضحكة يعني، حدا عنده هي الضحكة بجلساتي؟ أنا مستغربة عن جد إنه أنت كيف قدران تضحك بهيك ظروف؟ وليش حتى ما أضحك؟ رامي، إذا سألتك سؤال بتجاوبني عليه بصراحة؟ طبعاً. أنت مو خايف؟ لا ماني خايف، وحتى زيدك بالشعر بيت أنا متفائل كتير، بتصدقيني؟ بصدقك. ليش لحتى ما صدقك؟ بس شو الشي اللي مخليك متفائل هالقد؟ بداية جديدة، الحلم اللي ناطرنا حتى نحققه. روحي أنا حاسس أنه وياكي رح نولد ببلد جديد بحب الناس، بحب حقوقهم، بحب حريتهم، على القليلة منعيش أنا وياكي مبسوطين. هذا الشيء ما بيمنع أنه يعني الروح على ألمانيا صعبة، بس روحي هاي القصة يعني بتستاهل التضحية. هاي أوروبا، بتعرف شو يعني أوروبا؟ أوروبا. بتعرف شو الفرق بيني وبينك؟ هاتي لشو؟ أني أنا مسافرة لحتى أرجع أحس بالأمان، لأرجع أعيش بشكل طبيعي، أحس أني بشر، مو بس رقم بيطلع على التلفزيون خبر عاجل. بس أنت طالع عم تدور على نمط حياة جديد، ومعك حق، أوروبا جذابة. أنت مين قالك أنه أنا ممكن أنجذب لشي بالكون غيرك؟ حبيبتي أنا لو بدي هذا الشي كنت رحت لحالي، بس أنا هذا الحلم بدي إياه معك، أنا وياك لحالنا. يعني ما ممكن أنه ندور على مكان أقل شيء أعيش فيه مثل ما بدي أنا. أي يمكن. روحي شيليني من هالقصص. هلا في شاب هون قال لي إنه في بار برا بيشل، بس لخنا شطين أنا وياك. بار يا رامي، بار. قوم وصلني على الأوتيل، وإذا بدك رجع لعند رفقاتك، بس بترجع بتنام. بتنام. يعني هلا ما خرج نروح نشرب لنا كاس مع الشباب؟ خلصنا بقى رامي. حاضرين، بس هي قصة النوم بدك تنسي ليها بألمانيا، بدنا نسهر، بدنا نروح، بدنا نعمل كل شيء بالكون. اوكي. موشا. يا سمارة بشام. يلا كملك. ما حبيتك. استغفر. رامي. أنا بحبك. أنا بموت عليك. ولحين نحب بعض أكثر بألمانيا. يلا دخلنا. اي نوراس، جبت عملات وشنا؟ شو فقست طلعة؟ لسه في راكبين ما وصلوا. شو بك مستعجل؟ استنى شوي. اهليكم. مساء الخير. اهلين مساء النور. يلا تفضلوا اطلعوا، تأخرنا. لحظة اخي، لوين بدنا نتفضل؟ على السيارة. وين بدك تطلع يعني؟ دخلك طويل مشوار بالسيارة؟ شي ساعة ونص. بس مو هذا الاتفاق، الاتفاق نطلع فان مو بيكار. والله هذا اللي تيسر معنا، مشيها هلا كلها ساعة ونص بالسيارة، مرة تانية منجيب لك ليموزين. أنا بيكاب ما رح أطلع أمشي. رامي أنا دافع مصاري حبيبتي، شو أطلع بيكاب ومسخرة؟ مشونا يا جماعة، خلينا نتيسر، والله تعبنا من الوقفة. فهموه لسعادة السفير يلي جاي معكم. في مجال بلا مسخرة؟ انتبه على حالك، ها أوعك تغلط معي. رامي خلصنا مشان الله، خلينا نمشي. الو ايه، يلا يلا جاهزين، يلا فورا، يلا يلا حرك حرك حالك، يلا تفضلوا اذا بتريدوا. يلا يلا، شو عم تستنى يا عمي؟ تفضل اطلع. يلا شوي شوي، وان سرعه سيدي، بالله من ما معنا وقت. ساعدوه بس يا ختيار، ساعدوه. يلا يا جماعة، هاي مثل ما شايفين كل شيء جاهز، فيلم جديد والموتور جديد معبى بنزين.
يلا بس قبل ما تطلعوا حاسبوني، بقيان على كل واحد $1,000. وانت شبك ليش خايف؟ اول شيء بس بردان شوي. شد حيلك يا زلمه، لسه المشوار باوله. ايه يا شباب، مين بده يسوق البلم؟ شو؟ انو بلم؟ شو؟ شلون يعني مين بده يسوقه؟ ليش انت مو طالع معنا؟ يا جماعه روقوا شوي لحتى نفهم شو بدنا نساوي. لا يا شباب، انا ما راح اطلع معكم، لازم واحد منكم هو اللي يسوق البلم. طيب اذا ما بدك تطلع انت، بعت حدا من جماعتك. ما بقدر ابعت حدا، لانه هذا البلم رح يضل هنيك. معلم بس انت ما قلت لنا هذا الحكي. مزبوط. ايه بس انتم ما سالتوا. مو مشكلتي، هي مشكلتكم. روحوا سالوا كل يلي هاجروا قبلكم. يلا. احكي لك يا اخي، احنا ما لنا غير الله وغيرك هلا، مشان الله هات ايدك لبوسه لا تسرحنا. عادل احكي لك كلمه. شو بدي احكي؟ مو شايفتين؟ انا اللي رح سوق. شو تسوقي ما تسوقي؟ انت سباحه ما بتعرفي تسبحي، بدك تسوقي؟ خلص انا اللي رح سوق، وين اللي بده يعلمني؟ الحلوة اللي مثلك ما خلقت لهيك شغلات. النعومة هي النعومة تبع الوزينة هي حرام تنزل بالبحر. ايدك على الاولى. هذا الكلام اللي له حيوان. لا بدك قوس قوس بكفي متاجرة فينا بقى، بكفي. انا ما عاد فارق معي. لحظة شو هاد؟ قسما بالله لو ما كنت من طرف واحد صاحبي لفضيت هالمسدس براسك يا كلب. لك انتو شو مفكرين حالكم ها؟ سواح؟ بشر؟ بني آدمين؟ انا شايف من امثالكم كثيرة، كلكم تحت رحمتي، بتموتوا هون وما حدا بيدرى فيكم، واحدكم حقه رصاصة بس. ها يلا حركوا حالكم، خلصوا 3 دقايق. انا رح سوق الزفت، مين بده يعلمني؟ قران بده علمه. يلا روحوا البسوا ستر النجاة. يلا نكتب كتابنا ونتجوز للشاب. اوف، وشو سر هالقرار السريع والتغيير المفاجئ بقى؟ يا عمري انا مسافر على المانيا وبعمل لك لم شمل، بس اعمل لك لم شمل انت بتجي لعندي معززه مكرمه بالطياره. بالله؟ بدك تغامر بحالك ولحالك؟ مو احسن ما تشنطتي معي؟ ومين قال لك اساسا انه الرحله معك رح تكون شنطتها؟ سموره حبيبي صدقيني انا بعرف شو بدك تقول وحافظته. ما زال بتعرفي، ليش عم تعذبيني لاقنعك؟ على اساس انا كثير رح اقتنع بسرعه؟ حبيبي اني اقعد هون استناك لحالي حيكون علي اصعب بكثير من انه اعيش معك هي التجربه لحظه بلحظه وخطوه بخطوه. اساسا من وقت ما ارتبطنا ببعض صار مصيرنا واحد، يا منموت سوا يا منعيش سوا، لهيك لا تحلم انك تروح لحالك، رجلي على رجلك. يا روحي انا عم بحكي كرمالك، يعني انا ما كثير حابه تنشنطتي. ومين قال لك اصلا اني انا هيك بكون مرتاحه؟ رامي نحن كل يوم عم نشوف الموت بعيوننا 100 مرة، خليني اعيش هاي التجربة معك، وإذا كانوا للبد واحد منا بده يطلع ويعمل لم شمل للتاني أنا بطلع وبعمل لك. يا حاجة خلاصة شفت شلون؟ كيف بدك ياني يقول إيه على شيء أنت أصلاً مانك مقتنع فيه؟ شو هلا؟ يعني هلا نحن الاثنين رح نوصل سوا ورح نتجوز هونيك ونجيب أولاد ونقعد نحكي لأولادنا عن أبوهم المجنون وأمهم المجنونة، منيح هيك؟ Thank you.
صار لازم ننزل على المي بسرعة، كله يتفقد ستره، المي صارت عنا هون جوا، ما عاد قدامنا حل تاني. شو؟ شو عم تقول انت؟ لك شلون ننزل على المي؟ شلون اللي شلون؟ لا يعني خلاص راح موت يعني. بسم الله ما لحقت. كيف بدنا معنا اولاد ومعنا عالم يا زلمه؟ يا الله خلص انا معك معك لا تخافي لا تخافي. خليني اقعد خير كمان خير كمان. لا تخافي لا تخافي ما عندنا لا تخافي لك ابو زيدك انا ما بعرف اسمك لك رامي روحي لك ابو زيدك تعال لك انا لك دخيلكم لك ما بعرف لك دخيلكم لك حدا يمسكني ايدي اشربك لك يا رامي اهدي لك هتكاني بس ما بعرف اسمه خلاص اهدي لا تسنجي لك مش عارفه اطلع منك ما بعرف اسمه ايه ايه خلاص اهدي معي انا اهدي شوي خلي راسك لخلفي هدي سكت يلا خلي يا رب يا رب يا رب قلت لك ما راح اتركك لك يا اياد اذا حاسس بالذنب تجاهي فخلص كمل معروفك معي واحفظ الرقم اللي رح اقول لك عليه الله يخليك احكي مع امي احكي مع امي وخليها تسامحني الا اني انا بحبها كثير الا اني كنت حابه اعوضها على الاساور اللي بعت لي اياها مشان تصفرها معي بس ما قدرت كنت كثير قاسيه معها كمان كنت عم احاول كنت شجاعه قال على اساس بس ما طلع بايدي انت شجاعه قويه شدي لحالك شوي بيقطع كل هالمسافه بيقطع البقيان صدقيني رح نصعد ورح تحكي مع امك ورح تطمنيها يلا كنت انت من اللي بعت لي اياها ليه؟ شدي لحالك انت رح اجريك شوي انا رح اسحبك طيب يلا